اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل استخدام جهة الاتصال. استخدام جهة الاتصال منفصلة، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الميزة المتقدمة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المرسل المزدوج، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على استخدام قائمة الجهات الاتصال المنفصلة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على نعم. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء استخدام قائمة الجهات الاتصال المنفصلة، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.